دكتور محمد صلاح. دكتور محمد، وأنت رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري، يعني كما تفضل هنا الأستاذ إسلام الغامري تحدث حول وسيلتين طرحهما السفير معصوم مرزوق في مبادرته، الأولى الاستفتاء والصندوق، والثانية الميدان والثورة بشكل أو بآخر، يعني في تفاصيل أخرى تذكر. كيف تقيم هاتين الوسيلتين في ظل نظام قمعي لا يسمح بأي صوت معارض فضلا عن استفتاء أو غيره؟ طيب، يعني أولا أي مبادرة أو أي طرح أو أي محاولة حل لا تحتوي على عودة الرئيس الشرعي رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي وعودة الأوضاع في مصر إلى ما كانت عليه قبل 3/7/2013 ومحاكمة جميع من أجرم في حق الشعب المصري وعدم تحصين أو حماية أي أحد من هؤلاء المجرمين الذين أجرموا وتجاوزوا على استحقاقات الشعب المصري وقتلوا أبنائه واغتصبوا بناته، أي مبادرة أو أي طرح يختلف عن هذا فهو بالتالي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. كويس، لا ننجر، أنا بدعو الجميع وبدعو الشعب المصري ألا لا ينجر إلى مثل هذه المبادرات، وأدعو أيضا الثوار وأيضا من يسمى أنفسهم معارضة ألا ينجروا إلى هذه المبادرات الواهية التي كل الهدف منها هو تفتيت الخط الصف الثوري، لأن هي أصل ناتجة بالأساس لعدم فهم ما هي ما حدث في 25 يناير. هل هذا معناه دكتور محمد أن أنت بترفض أو المجلس الثوري بيرفض جملة وتفصيلا مبادرة الدكتور سفير الدكتور معصوم مرسي؟ بدون شك بنصلها جملة وتفصيلا، لأنها أول شيء اعترفت بنظام الانقلاب الذي قتل الشعب المصري، فهي جميل. بالتالي لا تعمل لصالح الشعب المصري، ولكنها تعمل لصالح نخبة معينة تريد أن تأتي لتستمر في التحكم في الشعب المصري بصورة مختلفة، بصورة انقلاب مختلف.